أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جاريه شابه لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة، قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان، فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله ان ليست له حاجه قال: قال لي تعال يا علقمه قال فجئت فقال له عثمان: الا نزوجك يا ابا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث ابي معاويه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت انا وعمي علقمه والاسود على عبد الله بن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت انه حدث به من اجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاويه وزاد قال: فلم البث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج حدثنا وكيع، حدثنا الاعمش عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: دخلنا عليه وانا احدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم البث حتى تزوجت. وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء واللفظ له أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال: اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول: اراد عثمان بن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن أبي العالية، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه ولم يذكر تدبر في صوره شيطان وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المراه فوقعت في قلبه فَلْيَعْمَدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب الى اجل ثم قرا عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الايه ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستخزي ولم يقل نغزو وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمه بن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعه النساء وحدثني اميه بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمه بن الاكوع وجابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعه وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن ابي نضره قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه فانطلقت انا ورجل الى امراه من بني عامر كانها بكره عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشب منه فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عماره بن غزيه عن الربيع بن سبره ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه قال فاقمنا بها خمس عشره ثلاثين بين ليله ويوم فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعه النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة. فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به، ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ابو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عماره بن غزيه حدثني الربيع بن سبره الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكه فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال ان برد هذا خلق مح حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبره الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبره بن معبد قال سمعت ابي ربيع بن سبره يحدث عن ابيه سبره بن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكه امر اصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جاريه من بني عامر كانها بكره عيطاء فخطبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي وترى برد صاحبي احسن من بردي فامرت نفسها ساعه ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح اخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعه تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم احكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب واخبرني ربيع بن سبره الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعه قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبره يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابن ابي عبله عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبره الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائح نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نُمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي، عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه. وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قالا اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما انه سمع علي بن ابي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسيه حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوه ان يجمع بينهن المراه وعمتها والمراه وخالتها وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أسامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وحدثني أبو معن الرقاشي: حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها وحدثني اسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني ابو سلمه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داوود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى وابن نافع، قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار، عن ابي سلمه، عن ابي هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها، وبين المراه وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبه بن عثمان على ابنه فارسلني الى ابان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحه بنت شيبه بن جبير في الحج وابان بن عثمان يومئذ امير الحاج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحه بن عمر فاحب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينه قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم زاد بن نمير فحدثت به الزهريه فقال اخبرني يزيد بن الاصم انه نكحها وهو حلال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا داوود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه الا ان ياذن له وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الاسناد وحدثنيه ابو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع بهذا الاسناد وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمر في روايته: "ولا يسم الرجل على سوم أخيه". وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها". وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبه عن العلاء وسهيل عن ابيهما. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه انه سمع عقبه بن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه حتى يذر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد بن نمير: والشغار ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وازوجك ابنتي، او زوجني اختك وازوجك اختي. وحدثناه ابو كريب حدثنا عبده عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زياده بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج حا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا هشيم حا وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسره القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمه حدثنا ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حا وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حا وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشه سمعت عائشه تقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجاريه ينكحها اهلها اتستامر ام لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستامر فقالت عائشه فقلت له فانها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها قال نعم وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر واذنها سكوتها وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها وربما قال وصمتها اقرارها حدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت هه هه حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدته وابن سليمان عن هشام عن أبيه: عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت اليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروه عن عائشه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني قال وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال وحدثناه ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشه. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاويه الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على اربع اواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفضه من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم عن سهل بن سعد حا وحدثناه قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي: قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القران قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها فقال تقراهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القران هذا حديث بن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينه حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير ان في حديث زائده قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حا وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفره فقال ما هذا قال يا رسول الله اني تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب قال فبارك الله لك اولم ولو بشاه وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواه من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حا وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامه قالا أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبه حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف راني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشه العرس فقلت تزوجت امراه من الانصار فقال كم اصدقتها فقلت نواه وفي حديث اسحاق من ذهب وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبه عن ابي حمزه قال شعبه واسمه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن انس بن مالك ان عبد الرحمن تزوج امراه على وزن نواه من ذهب وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا وهب اخبرنا شعبه بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاه الغداه بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنثرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا محمد والخميس قال واصبناها عنوه وجمع السبي فجاء دحيه فقال يا رسول الله اعطني جاريه من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جاريه من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزه ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس، حا، وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني بن زيد، عن ثابت وشعيب بن حبحاب، عن أنس، حا، وحدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز، عن أنس، حا، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان، عن أنس، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس، حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، وعمر بن سعد، وعبد الرزاق، جميعا عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب عن انس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها وفي حديث معاذ عن ابيه تزوج صفيه واصدقها عتقها وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحيه جاريه جميله فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعه ارؤس ثم دفعها الى ام سليم تصنعها له وتهيئها قال واحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفيه بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهوديه قال قلت يا ابا حمزه اوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي والله لقد وقع قال انس وشهدت وليمه زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استانس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحده منهن سلام عليكم كيف انتم يا اهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت اهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب اذا هو بالرجلين قد استانس بهما الحديث فلما راياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما ادري انا اخبرته ام انزل عليه الوحي بانهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في اسكفه الباب ارخى الحجاب بيني وبينه وانزل الله تعالى هذه الايه لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الايه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا، وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان، واللفظ له، حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، حدثنا أنس قال: صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويقولون: ما راينا في السبي مثلها قال فبعث الى دحيه فاعطاه بها ما اراد ثم دفعها الى امي فقال اصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى اذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبه فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتينا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى اذا راينا جدر المدينه هششنا اليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفيه خلفه قد اردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، قال فأتيناه فقال لم نضر، قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراأينها ويشمتن بصرعتها. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عده زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى اتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رايتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي فقامت الى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن قال فقال ولقد رايتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت اهلك قال فما ادري انا اخبرته ان القوم قد خرجوا او اخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت ادخل معه فالقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، الى قوله والله لا يستحي من الحق. حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد. قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك يقول ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه من نسائه اكثر او افضل مما اولم على زينب فقال ثابت البناني بما اولم قال اطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الاعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي حدثنا ابو مجلز عن انس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فاخذ كانه يتهيا للقيام فلم يقوموا فلما راى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم زاد عاصم وابن عبد الاعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثه وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه قال وانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه الى قوله ان ذلكم كان عند الله عظيما وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح قال ابن شهاب ان انس بن مالك قال انا اعلم الناس بالحجاب لقد كان ابي بن كعب يسالني عنه قال انس اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينه فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجره عائشه ثم ظن انهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر يعني بن سليمان، عن الجعد أبي عثمان: عن انس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل باهله قال فصنعت امي ام سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا اليك امي وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه، ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال زهاء ثلاثمائة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى اكلوا كلهم فقال لي يا انس ارفع قال فرفعت فما ادري حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته موليه وجهها الى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع، ظنوا انهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارخى الستر ودخل. وانا جالس في الحجره فلم يلبث الا يسيرا حتى خرج علي وانزلت هذه الايه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراهن على الناس يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي الى اخر الايه قال الجعد قال انس بن مالك انا احدث الناس عهدا بهذه الايات وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابي عثمان، عن انس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، اهدت له ام سليم حيسا في تور من حجاره، فقال انس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت. فجعلوا يدخلون عليه فياكلون ويخرجون ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله ان يقول ولم ادع احدا لقيته الا دعوته فاكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفه منهم فاطالوا عليه الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا فخرج وتركهم في البيت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه قال قتاده غير متحينين طعاما ولكن إذا دعيتم فدخلوا حتى بلغ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل، قالا حدثنا حماد، حدثنا أيوب، حا، وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أئتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وحدثني اسحاق بن منصور حدثني عيسى بن المنذر حدثنا بقيه حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي الى عرس او نحوه فليجب حدثني حميد بن مسعده الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا اسماعيل بن اميه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى الى طعام وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير بهذا الاسناد بمثله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريرة انه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري: يا ابا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الاغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الاغنياء قال سفيان وكان ابي غنيا فافزعني هذا الحديث حين سمعت به فسالت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الاعرج انه سمع ابا هريره يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعن الأعرج عن أبي هريرة. قال شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره نحو ذلك وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الاعرج يحدث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبه الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادي ابا بكر: الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان رفاعه القرظي طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقها اخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المراه يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها، أتحل لزوجها الاول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو معاويه جميعا عن هشام بهذا الاسناد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت طلق رجل امراته ثلاثه فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حا وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن ابي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان يهود كانت تقول اذا اتيت المراه من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها احول قال فانزلت نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان حا وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وابو معن الرقاشي. قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حا وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن ابي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري ان شاء مجبية وإنشاء غير مجبية غير ان ذلك في صمام واحد وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن زراره بن اوفى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان عن يزيد، يعني ابن كيسان، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قالا حدثنا أبو معاوية حا، وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا جرير كلهم عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا مروان بن معاويه عن عمر بن حمزه العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وقال ابن نمير: إن أعظم وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر: اخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز انه قال: دخلت انا وابو صرمة على ابي سعيد الخدري، فساله ابو صرمة فقال يا ابا سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطاحت علينا العزبه ورغبنا في الفداء فاردنا ان نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا لا نساله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم الا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون. حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد: في معنى حديث ربيعه غير انه قال فان الله كتب من هو خالق الى يوم القيامه حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري انه اخبره قال اصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبه عن انس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري قال: قلت له سمعته من ابي سعيد؟ قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي روايه بهز قال شعبه قلت له سمعته من ابي سعيد قال نعم وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا ايوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده الى ابي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم اقرب الى النهي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المراه ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل منه والرجل تكون له الامه فيصيب منها ويكره ان تحمل منه قال فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك ان هذا زجر وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال اياي حدثه عبد الرحمن بن بشر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لابي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون الى قوله القدر حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري واحمد بن عبده قال ابن عبده اخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك احدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني معاويه يعني بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء حدثني احمد بن المنذر البصري حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاويه أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وانا اطوف عليها وانا اكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجاريه قد حبلت فقال قد اخبرتك انه سياتيها ما قدر لها حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن حسان عن عروه بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي جاريه لي وانا اعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله ان الجاريه التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سعيد بن حسان قاص اهل مكه اخبرني عروه بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقران ينزل زاد اسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وحدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه عن جدامه بنت وهب الاسديه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم قال مسلم واما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر، قال حدثنا المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة. قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ: "وهي وإذا الموؤوده سُئلت". وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، عن عروة عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبوري حدثنا حيوه حدثني عياش بن عباس ان ابا النضر حدثه عن عامر بن سعد ان اسامه بن زيد اخبر والده سعد بن ابي وقاص ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعزل عن امراتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل اشفق على ولدها او على اولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته ان كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم